يا ابن إيران دمروا كل بيت فعلى الترب راحتي وانشراحي، يا ابن إيران واقتلوا ألف حر رحم المجد سوف يعطي صلاحي، يا ابن إيران واسجنوا كل حر فمع القيد سوف يأتي نجاحي، يا ابن إيران ويلكم سوف أحيا رافع الرأس خلف ركب الصلاح. ليست قوة السلاح هي وحدها من تعتمد عليها المقاومة في معركتها ضد الغزاة وميليشيات القتل والدمار. قدامكم يا ذي تمركزتم على راس الجبال، لاحقتم العدوى في قواتكم بالمدفعيه والصواريخ الطوال. هذا بلدكم، حرروا اوطانكم، ومن تعدى عجلوا له بالزوال. وحده حقيقيه فخلوا بالكم، يمن موحد في جنوبه والشمال، وكل ايراني لا يدخل ارضكم، الشعب جاهز بيقطع موسى. فالشعر سلاح اخر يحضر مع المقاومه في الميدان وساحات النزال. نقسم بالعزيز الجبار، بنوقف بوجه الأشرار، عهد الله قال الأحرار، من عزة تعز عزتنا، برع يا حشود الباطل، مقبل في بلادي قاتل، أو يحكم علينا جاهل، لا والله ما يحكمنا. كلمات أكثر وقعا في نفوس البعض من وقع الرصاص، إذ أنها تحاكي الجسد والروح في آن واحد. قم لشحذ الجماح، قم بنا اليوم نبتغي درب عز، يكمن العز تحت حد السلاح، نطلب الموت بين طعن وضرب قبل موت الونا وكسر الجناح، نطلب العز رغم ذل وعار حاق بالقوم من جميع النواحي. لا تخلو جبهة من جبهات القتال من شاعر أو أكثر ينسج أبيات قصائد وزوامل تبعث الحماس وتشد العزائم. والله ما تحكم بلادي غير سلطة شرعية، والله ما تحكم بلادي غير سلطة شرعية معينة يا أهل الحنافي من صنادق الاقتراع، محمد علي وأولاد عمه والمجوس الشيعي ما يحكمون الشعب لو نجي السنين يبقى الشعر بأشكاله المختلفة سلاحا يستخدم في ميادين النزال وساحات القتال في كل زمان ومكان. والله يا ضبعان ما تحكم بلادي أصفهان ولا الخميني وأهل طهران الروافض والمجوس ولا ريع عفاي سنحان وأحمد ابنه والحصان، لو ما أفضل بالشعب إنسان أو تقول حليب البس. فوزي المريسي، قناة سهيل.